السرعة عدوتك تغريك لتنهيك. القصة قصة ثواني، وبثواني تنتهي حياة كاملة. هيدي مشاهد مش بعيدة أبداً عن الواقع اللبناني، هيدي مشاهد بتمثل مظبوط الواقع اللبناني. معقول ببلد مثل لبنان إنه تتحول السيارة لآلة قتل متنقلة ومبرمجة وبتقتل كل يوم شخصين على الأقل؟ معقول إنه ببلد مثل لبنان يكون عدد ضحايا حوادث السير أكثر من 600 قتيل بخلال 10 أشهر بس؟ معقول إنه لبنان وبدل ما يكون الأول بالدول السياحية مثلاً بين محيطه هو الأول بين هالدول بعدد ضحايا حوادث السير؟ شعرة بس تفصل بين الحياة والموت. إذا ما متنا بالحرب لازم نموت بهذه السيارة، لازم كل يوم يكون فيه هادي وليليان عطلة ورامي شمالي وغيرن وغيرن وغيرن. وهل قدرنا انه كل يوم بعد يوم نحمل اكاليل الزهر ونروح نزور قبر؟ ما حين الوقت انه نضبط آلة القتل هايدي، او الاصح ما حين الوقت انه نمارس قانون السير ونحط حرس قاسي ما بيرحم تيلجم كل المخالفين. استدعيت المدير العام للقوى الأمن الداخلي اللواء ريفي والعميد شكور قائد درك والعميد مرعي قائد شرطة بيروت، وطلبت منهم تشكيلات واسعة على مستوى مفارز السير في كل لبنان. وضع بتصرف وزير الداخلية لقمع هذه المخالفات المرتبطة فعلا بالسلامة المرورية. هيدا بلد ما بيعرف الرحمة لناحية انتهاكه لأبسط قوانين السير، من سوق وكأنه عم ننتقم من الحياة بحد ذاتها مع سخرية من القوانين. وين القوى الأمنية؟ وين الدرك؟ وين الدولة يا عالم؟ المشكلة بلبنان إنه نحن شعب ما بيتعلم من وجعه وبينسى، عكس بقية البلدان. فمثلاً لحد هلأ ما نسيوا الأتراك هالمشهد المروع اللي صار مباشرة على مرأة من ملايين البشر. وهالمشهد صار مثل أيقونة وألزم السلطات باعتماد أقصى العقوبات على السرعة. أمريكا كمان ما نسيت لهلأ الممثل جيمس دين اللي صار أسطورة بعد ما مات بعمر 24 سنة بحادث السيارة ببداية الخمسينات بسبب عشقه للسرعة، ويتم معه عزارة أمريكا والعالم، وبعده لهلأ مثال للحب الحياة وكمان للاستخفاف فيها. نحن كل يوم عنا شباب بيموتوا بالجملة على الطرقات، ونحن ناطرين مين يحمل سيف القانون ويمنع هالاستخفاف بالحياة.